ايه هتفضلي ساكتة كتير؟ مش قادرة اتكلم. طب هو قالك حاجة ضايقتك؟ لا. امال طيب ما تقوليلي. هتفهميني؟ طبعا انا اكتر واحدة ممكن افهمك وانتي عارفة ده كويس. حسيت انه وحشني قوي، حسيت زي ما يكون بقالي سنين مشفتوش، حسيت زي ما يكون ايام المدرسه، ايام ما كنت بقابله من ورا بابا عايزه اجري واطلع واقابله، حاسه زي ما اكون مريضه او انا اكيد مريضه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما تقوليش كده. ازاي اسمح لنفسي اني افكر في حاجه زي كده وبابا ما بقالوش ايام واحنا دفنينه؟ اكيد انا مش طبيعيه. اللي انت بتقوليه ده يا كاميليا، انت طبيعيه وقوي كمان، بس انت صراحه ظلمتي نفسك لما اتجوزتي واحد مفيش بينك وبينه اي حاجه لمجرد بس ان انت قستي من احمد. كنت عايزه يتحرك لغايه اخر لحظه، كنت متخيله انه هيجي ويخطفني ويقول انا اسف مش هسمح لاي حد يتجوزها غيري. احمد عمره ما حبك، متزعليش مني، بس انت بتوهمي نفسك على الفاضي. ده الدكتور مجدي. الو. طبعا خدت الدواء الحمد لله ومفيش اي حاجه من امبارح. طبعا طبعا. باي باي. بيطمن ان انا خدت الدواء. والله ماشي. ما انت اللي غلطان، ما قلتش ليه من الاول ان انت تابع المعلم جلال؟ تشكر يا عمر، الراجل زعلان مننا وباعت لعاتبنا، بصراحة احنا ما نقدرش على زعل. معلش ملحوقة. لا والله لا 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 يا لا عم امسك، ما تتكسفش يا راجل، ده حقك، ده المعلم خيره علينا. يا ريتك رعيت حق المعلم. انت بتقول ايه؟ ده كبرنا وياما اشتغلنا معاه. بقول لكم ايه؟ حتة جوه اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. وانت حقك عليا. رقبتك ارزعني 100 ألف مش هقول لك لا. بجد؟ لا تمام. المسامح كريم. ماشي. استنى عشاء بالله. لا 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 مش عايزك تبص على الرجاله. خليهم يتفرجوا على اللي هيحصل فيه. دايما اخويا. شو بقى يا عدوله؟ انا عارفك بتحب لحمه الراس. اهي الراس كلها قدامك اهي. شوف بقى انت عايز تاكل انهي حته الاول؟ القروشه دي ولا القروشه دي؟ لا يا محمد انا لحم بط من الصبح. بس عندي مشكله واحده بس. ايه؟ مبطل اكل حمير. يا اخي خلي نفسك حلوه المره دي، ايه المشكله؟ صدقني خلي عليك. لا 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 ما بيتهيأليش هقدر اجي، عندي شغل كتير. بقول لك انا جاي. هاجي في دلوقتي. سلام. تعرفي تلعبي ورق؟ عمرك ما لعبتي كوتشينه ولا ايه؟ لا لعبتها كتير وانا صغير. طب يعني بتعرفي؟ اعملي حسابك بكره في سهره مهمه جدا وهنتاخر شويه، اوعي تقولي لا. اتفضل. عن اذنك. مروة، أي فستان يعجبك هنا خديه. عايزك بكرة تجنني الناس، عايز اللي يشوفك يقول إنه ما شافش جمال قبل كده. حاضر، أنا إذن حضرتك. ايه مالك؟ على انا من ايه؟ دي الشركه كلها بتقول ان انت بقيتي نمره واحد وكل ده في اسبوع واحد بس. طب هو ده ما يقلقش؟ عايزه رايي؟ قولي يا ست حنان. ما تقلقيش. هتقلقي من ايه؟ اذا كان هو بيلف ويدور انت كمان خليكي وراه لحتى ما تعرفي نيته ايه.
عارفه يا بت احلى حاجه فيكي ايه؟ ايه؟ انك حقانيه. انا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه. موضوع ايه اللي كلمتك فيه؟ نسيت ولا ايه؟ ان احنا نشتغل لحسابنا. عم العالم اهو ده الكلام. شايل قد ايه بقى؟ معايا ستي 5 وانا معايا زيه. الله الله جرى ايه يا جدعان؟ هو انا برلة دي ولا ايه؟ يخرب بيتنا. اصبر يا حلويات دي ولا ايه؟ ايه ده؟ وريني الفلوس دي يا اخي. بس تعال وريني الشنطه. بس لا بالراحه بالراحه. يلا علي بقى معانا كده. سيب يا اخي انت كمان. اوعى ابعد عنها. اجري اجري. الله يرحمك يا بابا. السلام عليكم. سلام. امال فين الباقي؟ مش عارفه انا لسه جايه حالا. لا والله يعني محدش هنا. ها طب ايه رايك بقى الست كاميله دي لما تيجي انا هفتح لها محضر زي ما بتعمل معانا. حرام عليكي يا شيخ، دي بتعمل كده عشان خايفه علينا. لا بتعمل كده عشان معقده. بتضحكي ليه؟ حصل حاجه جديده ولا ايه؟ اه انا اشتغل. لا بتهزري. فين؟ عند عمو علاء. مين عمو علاء؟ بابا لمار. الراجل الموز ده موز. اه طبعا مز. راجل غني ومريش وعنده فلوس كتير قوي. انا اشتغلت معاه في دور النشر وقال لي انا ممكن انشر لك ديوان. نعم ولا معجب. معجب ايه بس؟ ده قد بابا. الله يرحمه. الله يرحمه يا حبيبتي. بقول لك ايه، قد بابا قد ماما مش مهم، المهم ان انت اشتغلتي وخلاص. روحي روحي. مش طبيعي انت مش وشي نام على فكره. نامي. وزي ما قلت لك يا رب رمانه في البحر زي النمل ولا همه اي حاجه. لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي معاك يا ضناي؟ اللي معايا إيه بقى؟ اللي معايا اللي تحت المية واللي غيري واللي محدش يعرف عنه حاجة. أهو ناوي على إيه يا متولي؟ أرجع للي أنا كنت فيه. يا لهوي هترجع تاني يا ابني للحرام. ياما وإيه اللي مش حرام؟ ده إحنا عشتنا كلها حرام ياما. وبعدين هو حلال ياما إن الواحد يرمي نفسه للموت عشان يدور على لقمة عيش نظيفة؟ هو حلال ياما إن الواحد يدور على تمن الزاد؟ الزاد اللي إحنا بناكله يبقى تمنه دم؟ وهو حلال يا ابني انك تبيع الموت؟ ما انا اشتريته قبل كده ياما، اشتريته قبل كده وهو اللي باعني، ايه المانع بقى؟ وبعدين ياما انا عايز اقول لك على حاجه. شايفه الدنيا اللي احنا شايفينها انا وانت دي؟ ولا اي حاجه. الدنيا دي كلها ماما عزه وفلوس، يعني مال، المال كرامه. والله يا ابني ما عارفه اقول لك ايه، كلامك صح، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. الفلوس مهم. ايوه طبعا الفلوس مهم. واللي يقول غير كده يبقى يا اما راجل مجنون يا اما راجل غني قوي. طب انا هقول لك على حاجه، لو انت شفت واحد راجل بيه كده ماشي في الشارع ومتهندل كده ولابس بدله ورمى نكته بايخه، الناس هتعمل ايه؟ هتفضل تسقف وتطبل ويا باشا ايه الجمال ده؟ كل ده عشان خاطر القرشين. شفت بقى الفلوس بتعمل ايه؟ والله يا ابني ما عارفه اقول لك ايه، ما عارفه اقول لك كلامك صح ولا غلط، بس خد بالك يا متولي. اوعى تدفي في البير اللي بتشرب منه يا ضنايا، لانك مسيرك راجع له وراجع له. سيبها لله ونعم بالله. طول ما انا ابن خليله كل حاجه هتبقى زي الفل. يا رب يا ابني. ربنا ما يحرمني منك يا ضنايا. حبيبتي.